سناء عبوز، المهنة عدل ملتقى بدائرة نفوذ محكمة استئناف طنجة، حاصلة على الإجازة في القانون الخاص وماستر في القانون العقاري. كان لنا الشرف أننا نكون أول فوج نساء ديال فوج 2018 اللي احنا الآن 277 عدل موثقة بجميع أنحاء المملكة. التكوين ديالنا كان لمدة سنة واحدة ابتداء من محكمة استئناف اللي دوزنا فيها 6 شهور، مراها دوزنا شهرين في المحكمة الابتدائية، ثم 4 شهور في المكاتب العدلية. كل ذلك كان بإشراف المعهد العالي للقضاء. أكيد في الأول باش ولجنا لهاد المهنة أكيد كان عندنا مجموعة ديال التخوفات، لكن هاد التخوفات بعد ما فتحنا المكتب وداكشي كنشوفوا بأن معظم ديك التخوفات ما كايناش. كنشوفوا شنو الضاغط الوحيد في الموضوع هو أن العقل المجتمعي أو المجتمع ديالنا مدى تقبله لهاد المرأة باش تدخل هاد المجال. علاش؟ لأن المجال ديال العدول كان حكرا على الرجال. المرأة ما كانتش عندها حتى أدنى فكرة أنها ممكن تكون في هذا المجال. دونك حتى المجتمع ما كان عنده واحد صورة نمطية بأن العدل فقط هو رجل ذكر. إذن ما كانش هو، بالعكس أنه عاد تفاجأ بأن المرأة غادي تدخل لهذا المجال، وبالتالي أكيد كانت عندنا تخوف، ولكن التخوف ما بقاش لحد الآن. كاين ترحيب كبير من المواطنين المرتفقين اللي كيجيو عندنا، ما كاينش نهائيا ديك العراقيل ما كايناش، لأن إذا رجعنا للقانون ديال خطة العدالة المنظم للتوثيق العدلي رقم 16/3 ما كنلقاوش حتى مقصد قانوني أو نص قانوني كيفرض شرط الذكورة، وبالتالي كان عندنا الحق أننا نولجوا للمهنة بكل سهولة. لكن الأعراف هي اللي قصتنا حنايا، ماشي شي حاجة أخرى، الأعراف فقط هي اللي قصتنا. كاين إقبال، كاين يعني كيدخلوا واخا كيقراو مثلا في البلاكة في الباب كيلقاو بأن هي عدل موثقة، يعني من الأول غيعرفوا بأن كاينة سيدة ماشي رجل، وكيدخلوا يعني كان عندهم واحد مثلا واحد عدم التقبل كيرجعوا غادي يرجعوا بحالهم. القانون ديالنا الذي يحكمنا هو قانون 16/3 المتعلق بخطة العدالة. القانون شنو فيه الثنائية، يعني أن المكتب العدلي يتكون من عدلين، بما أن المرأة دخلت هنا غادي يكون عندنا رجل وامرأة أو امرأتان، يعني أن الوثيقة العدلية التي تحررها المرأة هي نفسها الوثيقة العدلية التي يحررها الرجل. المشكل اللي ممكن يتطرح الآن هو الأرضية التي سوف تشتغل عليها المرأة. إحنا كنطالبوا الآن بتسهيل عمل المرأة. أولاً إصلاح منظومة التوثيق. هذا الإصلاح شنو خصو يكون بالنسبة لحنايا كعدول؟ أول مطلب هو التلقي الفردي، ان ما يبقاش ديك الثنائيه، يعني انني نكون دائما ملزمه ان يكون معايا رجل، خاصه في الامور الماليه، اضافه الى رفع خطاب القاضي. اصبح الان هو يعرقل فقط الوثيقه العدليه. علاش؟ لان كاين شي تصرفات ما كتحملش انه تبقى واحد المده اللي هي طويله. كمثال العقار المحفظ، الا بقينا واحد المده طويله راه ملي كنمشيو صافي تم الخطاب، نمشيو للمحافظه باش ندفعوا الملف، اذن هنايا تقييد، اذن هنايا شنو كيوقع؟ ممكن انه يوقع حجز، ممكن انه يوقع رهن، ممكن انه يوقع اي قيد يقدر يؤدي يحرم الناس من الحقوق ديالها. كاين واحد الفئه اللي كتلقى بان كتشوف بان المراه تمشي عند المراه اكثر من الرجل. علاش؟ كاين واحد، نعطي مثال، المرأة لابسة البرقع ملي كتجي مثلا غادي تعمل واحد المعاملة أو خاصة في الزواج، خص العدل يشوف الوجه ديالها. هنايا هي كيكون عندها واحد التحفظ، ميمكنش توري الوجه ديالها للعدل. إذن هنايا المرأة غادي تخدم المهنة في هذا الإطار، غادي سهل أنها غادي توري الوجه ديالها، وغيكون واحد الأمن التعاقدي.
احنا ممكن فرصه اننا نفتحوا المجال الاختصاصات ديال العدول وناكدوا عليها ان العدول وطبعا تصحيح بعض المغالطات اللي كاينه بالنسبه للتخصصات التي يوثقها العدل هي العقار المحفظ، العقار في طور التحفيظ، العقار الغير محفظ، العقار في اطار الملكيه المشتركه، العقار في طور الانجاز الى اضافه الى مجموعه من المعاملات في الحق العقاري. اضف الى ذلك الاحوال الشخصيه والميراث واللفيف، ثم جميع المعاملات التجارية من شركات وأسهم وأصول تجارية إلى غير ذلك. بالنسبة للفوج 2018 كيزخر بمجموعة واحد نسبة كبيرة من النساء اللي هما حاصلات على ماستر ودكتورة وعندهم مستوى عالي، وحنا تكوننا واحد تكوين عميق جدا في المجال العقاري أو في المجال التوثيقي. والمرأة معروفة بأن عندها واحد أثبتت القدرة ديالها والكفاءة ديالها وأن كنت معروفة بالتفاني في العمل والإخلاص، وهذه يعني هذا دافع أن بزاف الناس أنهم كيتشجعوا باش أنهم يدخلوا عند المرأة ويولجوا المكتب ديال المرأة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.